وينضم إلينا مباشرة من برلين موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية، ما هي أصداء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا بالتزامن مع انعقاد حوار بيترسبرغ للمناخ؟ علاء، هل تسمعني؟ علاء، ما هي أصداء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا؟ هذه الزيارة هي الزيارة الرسمية الخامسة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين. أولى زيارات سيادته كانت في عام 2015، ومنذ هذا العام لم تنقطع زيارات السيد الرئيس إلى برلين أو تنقطع زيارات كبار المسؤولين الألمان إلى العاصمة الألمانية برلين، في إشارة إلى تطور ملحوظ طرأ على العلاقات المصرية الألمانية خاصة في السبع سنوات الأخيرة. هذه الزيارة أيضا تأتي في إطار احتفال القاهرة وبرلين بمرور 70 عام على تدشين العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، علاقات محورية، علاقات أساسية تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين، وتقوم أيضا على تعزيز التعاون بين القاهرة وبرلين على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد العسكري، أو فيما يتعلق بتعزيز التنسيق والتشاور بين القيادتين السياسيتين في البلدين حيال الكثير من مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء القضايا التي تتعلق بالأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، أو فيما يتعلق بالقضايا العالمية وفي مقدمتها قضايا التغيرات المناخية. الزيارة أيضا تأتي في إطار دعوة رسمية وجهها الرئيس الألماني إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور وإلقاء كلمات الافتتاح والكلمات الرئيسية لجلسات حوار بيترسبرغ، هذا الحوار الذي أطلقته ألمانيا في عام 2013 ليكون منصة دولية للتنسيق والتشاور بين الأطراف الفاعلة فيما يتعلق بقضايا التغيرات المناخية. تابعنا صباح هذا اليوم كلمة هامة ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الرئيسية لجلسات الحوار، حوار بيترسبرغ. هذه الكلمة تمحورت على تقديم رؤية ومقاربة مصرية شاملة لكيفية التعاطي والتفاعل مع التحديات التي تتعلق بالتغيرات المناخية. في عجالة أكد السيد الرئيس على أن القارة الإفريقية وهموم وشواغل القارة الإفريقية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية تقع في القلب من هذه المقاربة المصرية الشاملة التي قدمها السيد الرئيس، التي دعا خلالها إلى مزيد من دعم المؤسسات التمويل المالية الدولية والبنوك العالمية لجهود التحول الأخضر أو التحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة في الدول النامية وخاصة في الدول الإفريقية التي تواجه بالأساس الكثير والكثير من التحديات المناخية القاسية كما وصفها السيد الرئيس. أيضا السيد الرئيس خلال هذه المقاربة استعرض الجهود أو استعرض التحديات الدولية التي أصبحت تواجه العالم وتضع أمام تحديدات وجودية كما أطلق عليها السيد الرئيس حينما تحدث عن أزمات نقص إمدادات الطاقة ونقص الغذاء، أيضا تحديات كورونا وما بعد جائحة كورونا، وانتهاء بالتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية. السيد الرئيس قال في وسط كل هذه التحديات الوجودية الخطيرة لابد من عدم السماح لكل هذه التحديات بإسناء المجتمع الدولي لمواصلة جهوده نحو تعزيز مكافحة أو تعزيز قدراته لمكافحة التغيرات المناخية. السيد الرئيس أيضا قال إن مصر أنهت كافة الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ العالمية أو الدولية في شرم الشيخ بحلول نوفمبر المقبل COP27، وقال إن مصر تعمل على أن تخرج هذه القمة العالمية بتوصيات سوف تدخل إلى حيز النفاذ، لا تنطلق فقط من كونها تأتي كمخرجات هذه القمة بالتفاعل بين كل المجتمعين والأطراف الفاعلة في هذا الصعيد، وإنما أيضا تستثمر هذا الزخم الذي أصبح يميز
قضايا التغيرات المناخية عالميا برفع الوعي لدى شعوب العالم بخطورة هذه التحديات المناخية. صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للاستفادة ودعم تعزيز الاستفادة من قدرات الهيدروجين الأخضر وإحلال محل مصادر الطاقة التقليدية. نعم علاء، شكرا لك. كان معنا مشاهدينا علاء رشوان، موفد التلفزيون المصري من برلين.